نار الغيرة وصبر العاشق. حرم يا شام الكرامة توجت تبكي يا شام البحر سيجت تعالى رايات سيد سحابة شامنا الأحمر ويتنا على راسي والله يا سيدي، بس ما فهمت عليك. أريد منك أن تقول لي ما هو العمل الذي لا يرضي الناس عنا حتى نصححه سيد جميل. مثل شو يعني؟ مثل الناس الفقيرة، مثل الخدمات، أي شيء لا يرضي الناس يجب أن تقول لي ما هو. هو بصراحة في عنا بالحارة كثير مشاكل وبدها حل من عندكم. وما هي هذه المشاكل الكثيرة سيد جميل؟ هلأ اللي أهم المشاكل الخدمات يا سيدي هي مشاكل الناس اللي ماشي بالحارة وهي خايفة إنكم طلقتوها وزدتوها بالحبس. نحن لا نقبض على أحد إلا إذا قاتلنا أو تظاهر ضدنا يا جميل. بس أنا ما بقصد هدول. وأنا لا أقصدهم، أقصد أننا نريد التقرب من الناس لكي لا يأذونا يا جميل. ماشي سيدي، ماشي. إذن اذهب إلى الناس واعرف ما حاجاتهم لكي أساعدهم يا جميل. على رأسي، سلام عليكم. أهلا وسهلا. يعني أنت أبي ساكن عنا جديد بالحارة ولا قرايب ولا كتاس؟ وشو بيهمك لتعرف مين أنا؟ سؤال عن ماشي يا بي، سؤال عن ماشي. إيه سؤالك ما له طعمة. لا يعني زعلت؟ إيه زعلت وكتير زعلت. هات الفولة خلصني. شري ولك سئيل مناولني حقه. امسك فبالي يا فول، طالع خنقه الفول. اتعدوا الفولات يا بي تعدوا. لك شو صاير للبشرة؟ فهمي يعني. أهلا وسهلا. أهلين تبريني. شلونك يا أمي؟ مشتقت لك. أهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا. يلا تفضلوا. ساعتين لسه بيطلع جيب الأغراض. يلا بشوفكم خاطر. الله معك تبريني. يا ماما يلا حطي أغراض بتاعك. يلا أوان. يلا أوان. أبين بيضل؟ صحة وهنا. أمي؟ لأنه فهمي جات تكون عنا؟ ايه تقبرني، انا قتلت تيجي تسكن هون. ليش في شي غلط؟ لا عكس، وين غلط؟ يا مو كأني حاسسك مرضيان.
يا امي رضيان فهمية سعرة بساري بساري هم ما تكون حردانة يعني كنت تقبرني كنت شباب شباب قوم فيصل بركي مو فيصل 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 قوم افتح لا مو انت تفتح رح تضرب تضرب شو صاير تنبل وخويش حبيبك شو بدك؟ عاوزك انت وحميد ايوه ايه شو عليه؟ فوت 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 هارون فوت مرحبا حميد يهرب بدلك شو جابك انت بلا الله حيو ايديك لفوق ايديك لفوق كداس انا ما معي سلاح فتشو حميد فتشو لا لك كداس انت بتعرف انه انا ماني غدار بعدين انا منكن وفيكن قول شو بدك قول شو بدك بسرعة خليني اكسر الصفرة بالاول لانه ميت من الجوع وبشرب كاسة شاي وبنحكي ماشي فوت عود فوت عود يسلم لي حامي سخن بريق الشاي مشان تعرف تحكي يهزوا بلا شو بعرفك كداس ضب الفرن ايه تفضل نحن ما رح نقدر نساعد الرجال الا اذا كلياتنا تصالحنا وحلينا مشاكلنا وخلافاتنا شو المطلوب مني هلا بتصالح أبو سليم وبترجع بنته لابنك وبتصالح صياح وبترجع له بنتك إيدي ما بحطها بإيد أبو سليم ولا بحطها بإيد صياح هدول هنن يلي آزوني وغدروا فيني وبولادي يا بختار كل اللي عم تحكيه مشاكل ما لها طعمة وما لها قيمة عنا مشكلة أكبر عنا البلد والفرنساوي هي معك حق فيها على عيني وراسي بس يا أخي ما فيني أرجع أتصالح معه ما فيني أختار إذا ما رجعنا تصالحنا كل إيادنا وصرنا إيد واحدة ما رح يندموا رجال مثل ما كانوا بالأول حيضلوا ضعاف ويضلوا الفرنساوي مستوطي حياتهم خلينا نأجل الحكي بهالموضوع لبعدين بدي أفكر وعيد حساباتي فكر بس ما تطول القصة مو متحملة السلام عليكم مع السلامة أبو الرجا بده يشوفكم منشان يعطيكم حسابكم ويضبكم تحت جناحه إيمني من أبو الرجا أنت شلون عرفت البيت هو؟ لأهلك كداس أنا هارون مين دلك على مطرحنا مين؟ سألت وانت دليت ومين سألت؟ هلأ خلونا بموضوعنا أبو الرجا ناوي الصلحة معكم شو قلتوا؟ ايوه موافقين بس بشرط بده يعطينا حسابنا على دوز بارا لا تتفاوضوا معه إلا إذا عطاكن حسابكن على دوز بارا إيه وين رح نشوفه؟ بآخر قرنة كنتوا فيها بعد المغارة شرق التلة عرفتها عرفتها أبو الرجا رح يستناكن هنيك تاج راسي نحن بكرة مبكير منكون هنيك وأنا رح كون معه خير سلام
ميسرة. فوت باب الصعاب طريقك عيون. شكرا عيونك. ما ارتحت له ولا انا. شنو ابو رجا ما راح يعطينا ذهباتنا، هو اكيد ناوي لنا. قداس نحن لازم نسبقهم. معلوم بدنا نسبقه، وحياه عينك لنتغدى فيه قبل ما يتعشى فينا ونمشي له خشبه ونروق له اموره على التمام التمام. وانا رح ظبط له صواب عند الكومندان لابو رجا اخو اخته. تشكرات. ربي عوض عليك يا حق. ما قلتي لنا ام سعيد كيف بدها تحبل وتجيب اولاد؟ رح جيب لها دواء ورح اعطيها اياه على مدار 10 ايام، وباذن الله باذن الله من هون لنهايه الشهر بتطلع حبله وبصبي كمان. لك الله يبشرك بالخير، والله بتستاهلي احلى كاسه شراب بتوت على هالحكي. يسلموا هالايدين امينه خانو. ام سعيد هذا الدواء فعال؟ بإذن الله فعال كتير. هاي ما جايب أم سعيد. يو يا رب يا رب أنا أجيب ولا يا رب. يعني أنت حامد هلأ بيعرف وين محل أبو رجع؟ ايه بعرف في محل ابو الرجا وجاي لعندكم لحتى لكم انه رح شوفوا لابو الرجا. يعني انت هلا رح يعمل نحن شو حكينا شو اتفقنا عليه؟ ايه معلوم سيدي انا رح يعمل شو اتفقنا عليه، بس من بعد امرك سيدي بدي منكم سلاح، يعني هيك شي باروتين الي ولعمك قداس. يا حميد انت ايما بتفتح راسه وبيفكر غبي؟ انا بعرف انه انت بده سلاح وبعرف انه بده رصاص. خلاص أنا بعطيك باروتين، بس لازم اسمع إنه أبو رجا مات. سيدي أنا عطول بفتح راسه وبدي افتح لك نافوخه لأبو رجا وجيب لك خبره، يعني وتقول له هيك مت على قولتكم رفرار. رفرار؟ حامد غبي؟ غبي لا يحكي فرنسي بنوب. أنا هلأ بطلب سلاح لك. ايه سيدي طلب طلب. موريس تعال عندي. سيدي اغسل لك الخرقه. بس شو يعني يتجوز عليكي؟ انا ما بدي اياه لا هلا ولا بعدين. بس يا ابو بس خلصنا. ام سعيد خبرتني انه عزميه ناويه تخطب له امينه، بس لسه ما خطبت له اياها، وانا باكد لك انه ما رح تخطبها. وشو اللي بيخليكي متأكدة إنه ما رح تخطب له إياها؟ لأنه عزمية بتعرف إنه أمينة ما رح تقبله، رح ترفضه. والله؟ وليش لحتى الخانم ما ترضى فيه؟ ليش مظهر من شو بيشكي من شو بيشكي؟ بيشكي من كتير شغلات، ولأنه البنت تربية اسطنبول ما حترضى فيه، ما حتنزل على ضره، فهمتي علي؟ طيب يا عمو بلكي طلقني مشان يرضيها لأمينة؟ اي طلق لصرمايتك العتيقة. أنا أصلاً ما بدي إياه، العين تطرقه، وبالناقص من هيك رجال وهيك أهل. بس أنا يا مو خلص بلا بسبسة ولا كلمة. قومي قومي غسلي وشك واستهدي بالرحمن. أوام الله يكرهك فيه ويكرهه فيكي لنخلص منه بقى. كنا نخلص منه.
ما قلتوا لي شو طلع مع الداي؟ قال هو يجيب دواء كان انا اخذه واحضر يجيب ولد جميل مثل انتي فاخر. جميل مثلي؟ وانتي صدقتي داي كذاب فاخر؟ والله ما بعرف يا خلاص، بس الطب تطور وانتي شافي اكثر من طبيب وما حدا عارف شو مشكلتك. يعني شو فاخر؟ يعني شو؟ يعني ما رح تستفادي شيء. بس انا بدي ولد. طيب خليكي معها لحتى نشوف آخرتها، ورح تتأكدي بذات نفسك إنه هي كذابة وما همها غير تاخذ منك مصاري. يا أخي طول بالك، يمكن ما تطلع كذابة ويمكن ربي يكرمها بولد على إيدها الداية. أنت قول الله. يمكن إن شاء الله خير. طولي بالك مرت أخي، أنت شوفي شو بتقلك الداية بالحرف الواحد ونفذي كل كلامه، وإن شاء الله ربي بيكرمكم بولد يفرح قلبكم. معلوم هارون معلوم، بدي أعطيهم حقهم على دوز بارا، كل شي لحال، الدنيا فيها موت وحياة. كبير معلم، كبير وبتضلك كبير. بس تعرف لك هارون، أنت عبيته لهالنافوخ، يعني عجبتني. تربيتك معلم. قوم هلا حط راسك ونام، مشان تفز بكرة بكير وأنت مصحصح وتعرف شغلك معهم. لك أنا بأمر شواربك، تصبح على خير. والقايل قال كل شي لحال. قال غشيم غشيم وبدك فت خبز كتير لا تعرف شو فيهم. ما قلت لك شفيقة شو بدي عمي؟ أنا بعرف شو بدك، بس أنت كمان تعرف شو نحنا. بعرف إن أنت عمي بعرف، بس كمان لازم تسكت العالم اللي بتحكي عليك وعلى عرضك. مو طالع بإيدي شي يا عمي. بيطلع عمي، بيطلع بإيدك كتير. وإلا وإلا شو؟ ولا الكلام يطلع عليكم مزبوط عمي؟ خلصوا لك كلب؟ لح تضرب الخبر تسر راسك كمان عم تفهم؟ لك هذا انت واحد منا وفينا وعم تصدق الكلام اللي عم ينحكى؟ معناتها ما حكى بالغريب شو ما قال شو ما حكى؟ الله لا يوفقك. بسيطة بسيطة صبري. شو بيك؟ ما في شي حط لك عشاء؟ تعشيت على امي صحتين. ايوه ناطرتك لهلا واهلي ناموا بالعشاء وانت جاي تقلي متعشي. ايه بيصير. شو؟ شو صبري؟ لسه هي أول ليلة بننام فيها عند أهلي، جاييني بآخر الليل وجاييني متعشي كمان. لك شو بك أنت الليلة؟ كل هذا لأني مريت لعند أهلي وتعشيت عندهم؟ شو قاتل قتيل أنا؟ لا مانك قاتل قتيل، بالعكس القصة كتير عادية وطبيعية، بس الحق علي أنا الحمارة يلي ما رضيت أتعشى إلا لتجي. اسمعيني اسمعيني فهمية، نحلي فتحت السيرة مشان نحكي. عادي لك عادي شو بدك تحكي صبري؟ احكي. اسمعي يا بنت الناس،
أنا وقت طواطيك وجيت سكنت معك عند أهلك لأني بحبك وما بدي زعلك، مو لأنه بدي أترك أهلي. شو يعني هالحكي؟ يعني عادتنا هون مو مطولة، بكرة متى ما تيسرت جوازة أخوكي بنحمي حالنا وبنرجع بيت أهلي. أنت هيك بدك صبري؟ لكان شو صلي ساعة عم بحكي معك؟ إيه؟ مثل ما بدك. هيك لك؟ إيه، وش كان رح يضل على المخ تبعه؟ ما أنا فوت على البيت لعندي هون بيوم بعد دهم. ومن اليوم ورايح كني مسدد الحكي اللي عم ينحكى علينا، على عرضنا وشرفنا، هو عدوي ليوم الدين. داس أنا نعست كتير وهي أحسن قرنة كاشفة الطريق لنطلع فيها لأبو الرجاء. قال له لعطي لك، قال له صاحي لك، بعدين البارودة من هون لهنيك بتجيبه. عاد كسر مانا الصفرة ابن عمي، كسرها بالدكان. الله معك. شبه جوزك ريحانة؟ والله ما بعرف، فاق من نومه ومخبص، سألته شبك ما رد علي. يعني مو مزعلتي ريحانة؟ يوه لا، أنا بدي زعله وماني مزعلته، بس يرجع أنا رح أفهم منه ليش زعلان. الله يهدي باله يا رب. آمين. يلا رح حط الفطور. يلا يبعت لي حمى علي، حامل هموم الدنيا فوق راسه. أيوة والله. أبوك هالمرة جاي بصفك، ها، وزعلان كتير ومقهور من الشي اللي عمله أبو عزة وعزه معي. ليش مين بيقبل اللي سواه عزه وابوه؟ ليش قليل اللي عمله جوزك انت الثانيه؟ يا مو بس عبود زعلان علينا. وحلف ابوك انه يطالعك براءه من هالقضيه قدام كل الناس. امانه الله يا مو يا بي هيك قال؟ اي والله، يو ابوكم بيحبكم كثير، يعني هو خلق شوي بيطلع خلقه، بس والله قلبه طيب. بعدين الحكي اللي طلع عليكي ما بيرحم. ما بقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، بكل واحد بيجيب سيرة أعراض الناس ولا يوفق كل واحد بيظلم الناس. آمين بجاه رب العالمين. عبود ما رح يرجع يامو؟ رح يرجع، بس أبوك يعمل له إياها فركة إذن مشان يعلمه شلون يحكي. الله يصلحه. Thank you.
لك يا هارون. اخ لك قداس، لك والله العظيم ما بعرف شو كان بده يساوي ابو الرجاء. لك اي لك قسما بالله ما بعرف شو كان بده يساوي ابو الرجاء. كذاب كذاب وانت متعامر معه. لك صدقني يا قداس، صدقني يا حامد، والله ما بعرف. لك خلاص اطاط اطاط ولا يهزوا بدنك. ليك نحن ما رح نقتلك كرمال الخبز والملح يلي بيناتنا، بس رح نرحشك هون بخاطرك. حامد لك انا ما دخلني. خدو حامد خدو. لك مشان الله خدوني. لك اي لك حامد لك قداس لكولي لك اي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سيد فطار وقف عندك ابو سليم. شو بدي اقولها؟ انا امبارح احترمتك وما رديت عليك لانك زلم كبير بالعمر. لك خلاص، بس انت ما بتستاهل واحد يحترمك ولا يعذرك ولا يرفعك فوق راسه. لك خلاص يا لطفي، وبدك الواحد يدوسك تحت رجليه. لك انت ما رح تتربى الا اذا دعوستك على تحت اجري. أنا اللي رح رد لك الكف اللي ضربتني امبارح. أنت بدك ترد لي الكف يا واطي؟ ورح رد لك عشرة كمان. عشرة؟ بخلتني أعرف أنت. بعد أمرك. يا صياح روح. صياح. صياح. روح هو. يا أخوان صياح. خلص لكم بقى. ابعدني. خير خير شو بك؟ الآن خناقة الله مولاها بالحارة. أوف عد على إيدك. صياح أسعد عتمة هاجمين على العزة ونازلين في ضرب. العمى في عيونهم العمى. شو هاد؟ امشي قدامي امشي. صاير فساد. السلام عليكم. تربيت بعد ما كسر شقابتك قدام اهل الحاره، ورسالك هاد اذا بيطول مره ثانيه لاقصر لك. يا انا مو صياح عتفهم؟ بعد عنا انت وياه. شرف بعدو بعدو لورا كلكم عليه. عزو يا عيب الشوم عليكم. يا عيب الشوم. لك يا عيب الشوم عليك وعلى ابنك. لك العيب اللي طلع منكم ما عاد فينا نتحمل بالحرب نوب. فشرت. انا لك تاني ما بيستحي. واقف عندك. واقف عندك. عندك شو هاد؟ شو اللي عم يصير هون؟ قاتلوا على ابني وراح يقتلوه. مين هدول؟ صياح وعتبة وسعد. كفو عليك يا واقف. سميح هذا هادوهم. لا لا امشي لحالك بعد هيك. ما في عزو. ماشي لا تنفش. خذ عزو خذ الدكانة. يلا يلا روحك على شغله. يلا نشوف روحك على شغله. يلا الله معكم. لا حول ولا قوة الا بالله. عجبك اللي عم بيصير بالحارة يا مزار بيك؟ Thank you.
المعلومات اللي عندي بتقول انكم تهجمتوا على عزو ومن دون سبب. هالحكي مو صحيح، ونحن كنا عم ندافع عن حالنا يا فندي. مزبوط، نحن كنا عم ندافع عن حالنا، وعزه هو اللي تهجم علينا وهو اللي تحركشنا. لا تكذبوا واحكوا الحقيقه انت وياه. اسمع فرزت يا فندي، انت حابب تصدق لابو عزو، فشو ما حكينا ما راح تصدق. لا ما راح صدقكم لانكم كذابين، ولهلا ما حكيتوا كلمه صدق. نحن ما لنا كذابين، يلي عنا قلناه. اعمل اللي بدك اياه. ايه شو علي؟ رح اعمل اللي بدي اياه. خذهم من وشي يا سميح. حاضر سيدي. يلا بدا. يلا بدا. لا تفرش. يلا بدا. يلا بدا. فكر اذا اخذني غدر ما رح رد له اياه الطاطاي. انا برجي. كفو يا عزو كفو. بس عن جد الصياح طلع واطي. ما بكون عزو ابن المختار اذا ما خليته يحرم يفوت على الحاره. ما بتقصر عزو ما بتقصر. هيك واحد ما لازم يكون بهيك حاره مع رجال القبضايات مثل حكايتها. ما رأي عم يحكي مزبوط. واي شيء بيلزمك انا موجود. ما بتقصر. سلام عليكم. سلام. هلا بوري. ماشي يا صياح. ماشي. لحد هون وبس. أنا ما عاد فيني أتحمل أكثر من هيك، ما عاد فيني. يا مختار، الاثنين غلطوا بحق بعض، خلينا ننسى القصة ونفتح صفحة جديدة. هذا الشيء ما راح يصير. مختار، إذا ما حليت القصة مع فرزات راح يتخوا الشباب بالحبسها. وأنا راح خليهم محبوسين، وهلأ راح ثبت الدعوة عليهم كمان. بس هيك بتكبر القصة يا مختار. هن يلي كبروها. مختار، شو بدك لتصفط عنهم؟ ما بدي شيء. بدي اياهم ينحبسوا وبالقلعه كمان. هيك ما بتنحل يا مختار. وانا ما بدي حلها، ما بدي حلها اخي. يا ابو عزو شغلك مانو مزبوط. انت مختار لتحل مشاكلنا مو لتكبرها. وشو بدك يعني حلها بعد اللي صار مع ابني؟ شلون فهمني؟ سامحهم وخلصها بقى. لا ما بسامحهم النوم. خاطرك يا كان خدي معه. خلوا بالكم يا جماعه خلوا بالكم. انا بست ما يرد درب الاخذ ما يجيب. مو هيك يا مختار، والله مو هيك. ليك مختار، عندك حل من اثنين. يا بتروح انت بذات نفسك هلا بتطالعوا على الشباب، يا بتتنازل عن المخترة. ما رح اترك المخترة ولا رح اتنازل عن الدعوة مهما صار. ويلي ما عجبه ينطح راسه بالحيط. هيك لكان. اي نعم، هيك لكان. ايه؟ شو علي؟ أمرك مختار. بس لعلمك هي كلها على بعض الدعوة تبعك عيارة ثلاثة أيام ويطلعوا الشباب من الحبس. أنا قلت يلي عندي، ولو بدهم ينحبسوا ساعة وحدة مستحيل أتخلى عن الدعوة. مثل ما بدك يا. الله معك يا عبي. خير ريحاني؟ شو كان بده أبوكي؟ جاي لحتى يخبرنا صياح وينه مشان ما ينشغل بالنا عليه. ليش وينه صياح؟ موقوف في الكراكون. ليه؟ يبعت لي حمى. وليش موقوف؟ ولي علي عليك يا أخي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا اللي صار معنا سيدي. يعني أنا بفهم من هذا كلام إنه أبو غجا يمكن لساته عايش. يمكن؟ لا شو يمكن ما يمكن. هاي أكيد أكيد شفته بعيني هاي إنه تصور. ولا حميد أنت ما بده يبطل هذا تخبيص؟ بحكي شو ما بده؟ مو هلا أنت قول إنه شفت أبو غجا هرب؟ مزبوط، بس هو هربان قدحته فشكتين قاتوليات بنص صدره. طيب انت سلمت باغوتين؟ معلوم سيدي، سلمتهم حتى شح حواليك واسألوا. نعم سيدي سلمني بوريد، ولكن لم يسلمني رصاص.
لا حميد؟ وين بقى إرصاص؟ سلامة فهمكم سيدي، هنرصاص صرف لهم كله على الدرجة وجماعته. داكور داكور. بس يا سيدي لو شفت بعينك كيف كانت حمي هذه المعركة على طراق 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 طراق، كانت شعلانة شعل شعل ما قال لك طيل عقل كانت. مهم هلا أنا لازم شوف أبو غجا جسي ميت مشان قلبي يرتاح. ايه ايش ايه بتأمر سيدي، أنا هلا بروح محل ما وصلته ودور على جسته، إذا لقيتها إذا لقيتها بحملها وبيجي أنا وياها هيك بنكسب شوفتك. طيب أنت هلا بروح وما بيطول علي، بدي خبر حلو. بأمرك سيدي خاطركم. سيدي كوماندان، حامد واحد كذاب كتير سيدي، وفي رصاص عنده. موريس، انت شو بيقول كلام جديد؟ انا بعرف انه حامد كذاب وانه رصاص عنده. موريس، مهم هلا انه حامد قتل ابو الرجا، وبعدين حامد وكل واحد بيشتغل معه نحنا لازم يقتله. حاضر سيدي. الله يسمع منك يا حنان، شلون لقيتي لي شغل بتغاتي؟ الله يسلم ايديكم، كله شغل متقن وظريف، شي بيطير العقل. الله يسلمك. يلا بس خلصوا لنا الطلبيه بسرعه مشان نبعتها على السوق. هي على عيني. الله ما شاء الله من عيني. شوفي شهيرة خانم، شوفي لي هالبنطلون، شوفي شغله شو متقن وظريف. اي أيوة والله الشغل متقن منيح. تبارك الله، يسلم ايديكم. الله يسلمك يا رب. دعينا شهيرة خانم، دعينا لكم. هي الله يجبرهم عنكم ويجبر بخاطركم. الهي يا رب. يا موردة قومي الله يرضى عليكي، غيري اواعيكي مشان تروحي معي. ولوين بدي روح معك يا ام؟ يعني انا ناوي اروح لبيت الست شهيره مشان اطمن على الشغل اللي بين اخوكي وبينها. ونحن شو دخلنا بالشغل بين شهيره خانم ومطيع اخيامه؟ شو دخلنا؟ انا بدي اروح لانه لي غرض بهالموضوع. وشو هو هذا الغرض؟ هلا مو وقته امي، بعدين بقلك. على راحتك مثل ما بدك، بس انا ما بدي روح. اذا حابه تروحي لحالك فيك تروحي. ايه أنا رايحة. أنتِ لا تعملي شي حبيبتي، إيه؟ خليكي قاعدة وحاطة الحزن بالجرن، إيه؟ فهمتي علي؟ يلا خاطرك. أنا بدي أفهم شو هالعلقة اللي علقناها مع الجماعة، آه؟ ما بدنا نخلص منهم؟ طولي بالك يا مو، طولي بالك. لك شلون بدي طول بالي وهني حاطين نقرب من نقر أخوكي؟ الله يكف بلاهن عنا يا رب. الله يبعث حمى للساعة اللي ناسبناهم فيها، كانت ساعة نحس. طولي بالك مرت عمي، طولي بالك. يا مو أخي لازم يطلع من الحبس، لازم. تجلت فيه أنغامي بحب قد غزا قلبي و
وشوقي زاد بهيامي فعدت رشامي يحييني أداوي فيه آلامي وإن الله يعلم ما مدى حبي إلى الشام إلى الشام إلى الشام. شآم طيف أحلامي وإشراق بأيامي هي اللحن الذي أهوى تجلت فيه أندامي بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي عجزت بما أقول بها وكم قد حرت بكلامي وإن الله يعلم ما مدى حبي إلى الشام.